ولك ليش الكذب؟ ولك يا بني آدم ليش الكذب؟ ولك احكي لهم انه أنس الشاي بساعتين مسكني بعيد الميلاد بمسح بكرامة الأرض. خلاف أنس الشاي وبرهم عراوي يشتعل من جديد، وانتهى كمان انه جبرني انه اتصور معه ستوري، وصدقوني انا ما كان لي نية انه اخذ ستوري مع هذا الشخص. اي شخص في السوشيال ميديا ان كان يوتيوبر او مش يوتيوبر بيطلع بيحكي علي على اليوتيوب او في اي مكان من التواصل الاجتماعي بده يهيني او بده يضحك الناس علي او بده يتمسخر علي، راح اطلع واسافر على بلد اللي هو فيها واشتك عليه شيك وقانونية واخليه يبوس الصرامي عشان اتنازل عنه. من قبل اشهر شارك انس الشايب بالستوري المفاجئ اللي عاتب عدد كبير من اليوتيوبرز من خلاله اللي بيجوبوا سيرته ويحكوا عنه بشكل سيء بفيديوهاتهم، ومشيرا خصوصا لصاحبي محتوى الانتقاد واللي كان من بينهم برهم معراوي اللي حكى عنه بفيديو من فيديوهاته على يوتيوب. فبعد ما شارك أنس هذا الستوري عاتب برهم بالخاص وطلب منه حذف الفيديو وإلا بيلجأ للقضاء ويرفع عليه قضية، ووصل بمجموعة من الستوريهات عاتبوا فيها بعض. أوكي أنا مش ملاقي حالي بكيس زبالة تطلع تحكي عني بيض، كلامك يعني ابدا مش حلو، لو اطلع واحكي لك هذا الكلام واحكي عليك هيك تزعل انت والله. بيجيك شخص مريض ما بيحكي لك انا ما عاد بدي حدا يحكي علي، انا ابصر شو واللي بيحكي علي راح اتحسر ميتي بتمه ما له داعي هذا الحكي. تمام، لا تهدى الامور بعد ايام قليله، والصدفه كان لقائهم بحفله عيد ميلاد رند وجوتي اللي كان قبل اكثر من شهر، حيث شفنا الصلح المفاجئ اللي كان بينهم من بعد هذا اللقاء. الا ان الصلح ما كان مثل ما توقع الجمهور، لنكتشف بعد فتره انه علاقتهم لساتها متوتره. فباخر ظهور لانس الشايب ضمن لقائه ببرنامج نورمان الجديد 2 بالخلاط، كشف انس ان برهوم بيكون من الناس اللي ما بيستلطفهم. اللي بكرهني بكرهه، في كثير ناس بكرهها بس مش مستاهل ان اذكر اسمها. كل حال تحيه لها. اوكي، اكثر واحد ما ضمت اللي بعرفهم برهوم معراوي. رول عادي انت صريح جدا. يلا اعطيني السؤال اللي بعده. فاختار برهوم الرد على حكي انس بفيديو كامل مدته 12 دقيقة على قناته على يوتيوب، وضح فيه الخلاف الكامل اللي بينه وبين انس واللي حكى فيه عن عدة تفاصيل واللي من بينها بداية خلافهم وعن كيف انس ما حكى عنه بقناته واختار يحكي عنه بقنوات تانية من بينها قناة شيرو وقناة نورمار، حيث عاتب برهوم كل من شيرو ونورمار على تدخلهم بالخلاف بهذه الطريقة. هلا انا ما عتبي على انس، عتبي على شيرو، لانه شيرو فعلا صاحبي ولما اجتمعت معه هون بني ادم كتير منيح. بس ليش يا شيرو تدخل حالك بهيك قصة كتير تافهة مع شخص فايت بألف حيط؟ ووجه حكي لنورمار وعن برنامجه الجديد، وحكى ايضا عن لقائه المفاجئ بانس بعيد ميلاد رند وجودي وكيف كان صلحهم، وصرح انه كان مجبور على تصوير ستوري الصلح. والنقطة الأخيرة اللي تطرق لها برهوم كانت بخصوص كلام أنس عن كينديمان ببرنامج نورمار، حيث اتهم أنس بالتنمر العلني على وزن وشكل كيندي. فأنس الشايب وبعد ما حضر هذا الفيديو قرر الرد على برهوم ببث مباشر على صفحته على انستغرام، حيث اتهم برهوم بالكذب وأنه الفيديو كان كله تأليف، وحكى أنه كان ممكن يضربه بحفلة عيد الميلاد وأنه ما أجبروا على الصلح أو تصوير ستوري الصلح. ورد على موضوع تنمر على كيندي وحكى أنه ما كان يقصد الأذية، وعرض فيديو لردة فعل كيندي بعد مشاهدته لفيديو أنس اللي حكى فيه. فهو حكى أنس بالعيد الميلاد مسكني ساعتين، أنا ماسكه ساعتين قاعد بترجاه أنه نتصالح. ولك ليش الكذب؟ ولك يا بني آدم ليش الكذب؟ ولك احكي لهم انه امس الشاي بساعتين مسكني بعيد الميلاد بمسح كرامة الارض.